5 إصابات لم تشفع له بأن يجد من يعينه على إعادة الفرح إلى ابنته فرح. المنتسب إلى صنوف الجيش العراقي أبو فرح ترك علاج إصابته ليبيع ما عنده ويقترض المال لعلاج ابنته. جريح حرب مصوب 5 مرات من أثناء الخدمة ومن جراها إصاباتي، إضافة إلى بنتي عندها ورم برأسها مريضة، بنتي أعالج بها من 2013 لحد 2021، أجري لها عمليات داخل العراق وخارج العراق، أجريت لها 4 عمليات داخل العراق و5 عمليات خارج العراق، أغلب العمليات بمستشفى ميديكانا باسطنبول. زين، أنا جريح حرب، أنا قدمت ما قدمته للوطن والشعب، يعني أنا من 2007 إلى 2009 مصوب إصابة وطبت ورجعت داومت، من 2014 بال 2015 إصابة، بال 2016 إصابة، بال 2017 إصابة. زين، هذا اللي قدمته للشعب والدولة، هذا ما كافي؟ ما أحد وقف وياي ولا قال لي معاناتك هاي شنية. أمنياتها الصغيرة تناغمت مع مناشدة والدها للمعنيين بإعانتها على خلاصها من علتها. فرح بعباراتها البريئة عانت والدها على تحريك سكون من يهمه أمرها، متمنية وصول صوتهما إليه. بابا مريض واني مريض، عالجونا. بابا حتى قاعد على الحديدة من وراء الفلوس الذبحة علي، يعني هاي 8 عمليات 9 عمليات سوالي وما تفيد العمليات. ما عندكم أولاد وتعالجوهم؟ عالجون نفسهم، هاي مو حكومة؟ هاي حكومة كلها ما تقدر تعالج بنية فقيرة؟ يعني انتوا والله ما ادري ايش احكي لكم. هذا الاولاد كلهم حلوين وزين، ليش انا ما تعالجوني؟ مناشدتي الى كل انسان شريف وبراسه وغيره يباوع على حال بنتي، باوع هاي التقارير. انا 9 عمليات مسوي لبنتي خارج العراق وداخل العراق. انا وين انطي وجهي؟ انا عندي 5 نفرات برقبتي. زين، ألحق على أطفال أعيشهم؟ لو ألحق على نفسي أنا داوي نفسي؟ لو أباوع على هاي بنتي، يعني بنتي قدام عيني إذا تموت وما دا أقدر أسوي لها كل شيء. حمل إصابته وعجزه وحمل ابنته العليلة يضاف إلى أحمال البيت والسكن وضنك المعيشة وغياب المعيل، كل هذه الأحمال دعته إلى المطالبة من خلال قناة التغيير إلى من يساعد على تغيير حاله. من صلاح الدين فراس الحسني، التغيير.